خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيحتفي الأزهر الشريف بذكرى مرور 1084 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر، واللي بتوافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، وده بحضور كوكبة من كبار علماء وقيادات الأزهر الشريف. بيتضمن الاحتفاء مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم، وبيستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز شيوخه وعلماءه ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديماً وحديثاً، بالإضافة لأفلام وثائقية عن الأزهر وتاريخه. وفي ختام اليوم بينظم الجامع إفطار جماعي للمصلين. النهاردة تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا شنودة الثالث البطريرك 117 من بطاركة الكنيسة، واللي بيعد ثاني أكثر البطاركة جلوساً على الكرسي المرقصي بعد البابا كيرلس السادس. وبالتزامن مع احتفال الأقباط بذكرى البابا شنودة، شهد مزار البطريرك الراحل توافد عدد كبير من الأقباط على دير الأنبا بيشوي حيث مدفن البابا لطلب البركة وترك أوراق الصلاة عنده. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة، هيلتقي ويست هام مع أستون فيلا في الساعة 4 عصراً. والعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع النهائي بكأس الاتحاد، هيلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي في 3:45 ظهراً، وفي 5:30 عصراً هيلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد. عشاء الكرة الأسبانية موعدهم النهاردة مع 5 مباريات قوية في إطار الجولة 29 من عمر المسابقة، هيلتقي ريال إشبيلية مع سيلتا فيجو في 3 عصراً، وفي تمام الساعة 5:15 هيلتقي لاس بالماس مع ألميريا، في نفس التوقيت هيلتقي فياريال مع فالنسيا، وفي 7:30 هيلتقي رايو فاليكانوا مع ريال بيتس، وفي 10 ليلاً هيلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد.